على المراكز المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا بمثابة بأمر صعب لنادي الزمالك ولكن غير مستحيل. الأسبوع الحالي ممثلي الكرة المصرية الأهلي وبيراميدز عندهم إيه؟ عندهم مهمة إفريقية صعبة جدا، مهمة في مرحلة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية. النادي الأهلي الحقيقة بنقول له بمنتهى الأمانة والفخر والفرحة، دايما بنسعد بأي فريق بيعرف يلملم أوراقه سريعا. النادي الأهلي الحقيقة أنه لعبته بقول لهم شابو ليكم ولجهازكم المعاون والفني وطبعا الجمهور العظيم. الأهلي في مرحلة دوري المجموعات تعرض لأكثر من مطب صعب، كان ممكن على فكرة يودع دوري أبطال إفريقيا تماما، استغل الفرصة، كانت بمثابة اختبار كبير لكل اللعيبة. خلاص يا صابت يا خابت، يا كنت على قدر المسؤولية خرجت من المنافسة. الفرصة جت بتعادل سان داونز مع الهلال، ودي بقى كانت ميزة الفرق أصحاب الشخصية. الفرصة جت يستغلها إزاي؟ إنك تكون جاهز في أي وقت إنك ترجع، إنك تعرف إزاي تعمل الكامباك وإمتى تقدر ترجع مرة تانية للمنافسة. عندك رصيد كبير جدا، عندك تاريخ كبير جدا، عندك جمهور بيحترم فريقه، وأكيد الفريق نفسه واللعيبة بيحترموا الجمهور وعارفين قيمة إزاي يكون سند ودعم ليهم. الأهلي نجح إن هو يرجع للمنافسة مرة تانية، كسب الهلال بالثلاثية في القاهرة، بعدها اتأهل للدور ربع النهائي، لعب ماتش الذهاب في القاهرة يوم السبت مع الرجاء المغربي أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة. نجح إن هو يكسب بهدفين دون رد برغم محاولات الفريق المغربي إن هو يسجل أكتر من مرة. شفنا المباراة كان ممكن يحصل فيها كل حاجة. الحقيقة إنه تألق محمد الشناوي وإن هو يقدر يكون مركز ويلعب واحدة من أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة كان بمثابة فرق كبير قوي. الأهلي هيكون عنده مباراة في كازابلانكا ما فيهاش أي توقعات على فكرة تماما. لو جبت أكبر خبير كروي في العالم مش هيقدر يقولك إيه اللي ممكن يحصل ولا نتيجة المباراة دي ممكن تكون عاملة إزاي، لكن المؤكد إنه الأهلي عنده أفضلية كبيرة، عنده أفضلية كبيرة بالفوز في القاهرة بهدفين، ولكن بنقول ده دورهم، ده وقتهم يثبتوا إنهم رجالة وعلى قدر المسؤولية. كل الأمنيات يا رب إن شاء الله بعبور عقبة الرجاء ثم مواجهة المتأهل من الترجي التونسي أو شبيبة القبائل الجزائري، وغالبا كده هيكون الترجي لأنه كسب في الجزائر بهدف دون رد، والكواليس بتقول داخل إدارة النادي الأهلي إنه كان من المفترض إنها تحسم تجديد عقد المدرب مارسيل كولر، لكن الأمور تم تأجيلها لغاية ماتش العودة من الرجاء. مستر كولر طالب بعد ماتش العودة إنه يحسم مع إدارة النادي أسماء اللعيبة اللي هيرحلوا بنهاية الموسم، راجل عايز ياخد قراراته خلاص. طيب ده بالنسبة للنادي الأهلي. هروح معاكم على الصعيد الاخر ونشوف بيراميدز بيدور جواه ايه. الجانب الاخر للاسف تعادل بيراميدز مع لانس الجنوب افريقي على ملعبه في الدفاع الجوي بهدف لكل فريق. سجل رمضان صبحي في الثواني الاخيره من ركله جزاء هدف التعادل، وكنا بنتمنى انه بيراميدز يكسب في القاهره، يستغل ده، يستغل انه بيلعب مباراه على ارضه، لانه تاهل كاول المجموعه كان متفوق على الجيش الملكي وعلى فيوتشر، لكن ما زالت الاماني ممكنه بالقوه، ما بنقولش ان الموضوع انتهى. مباراه العوده ان شاء الله يقدر بيراميدز يسجل ومكسب في جنوب افريقيا، يتعادل باكثر من هدف، يعني ممكن 2-2 3-3، ولكن بنقول ده دور رجاله فريق بيراميدز ان هم دايما الناس اللي بتكون عايزه تكون تحقق بطوله او تتحدى كل الظروف ده بيجي لها الوقت. ان انا صعب الامور على نفسي احلها ازاي، انا اللي حطيت نفسي في الحسبه دي، يبقى انا اللي لازم اخرج من المازق ده بنفسي. بنقول كل التوفيق يا رب لممثلي الكره المصريه في بطولات افريقيا، ان شاء الله يقدموا حاجه مشرفه، يكون لينا معاهم كلام كتير جدا عن اخر الاستعدادات في فقره الاخبار. طبعا هنقول لحضراتكم كل الامور الخاصه داخل الفرق.